نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا الساعة يا أعزائي ويا أحبتي، معكم خليل من خليل جيمنج. أنا اكتشفت أن وايدين ما يعرفون اسمي، اللي ما يعرف اسمي ترى اسمي خليل. ببدأ شيء جديد، كان عندي أكاونت تويتر اسمه خليل استوديو، بس ما كنت استعمله فعليا، كان البث اوتوماتيك من الرابط يروح اوتوماتيك من اليوتيوب إلى تويتر. بلغي هذا الشيء وبستعمل للتواصل وياكم، لازم اتواصل معاكم، نشوف شو ارائكم، شو كذا، شو تبون، شو فهمتوا، شو ما فهمتوا، واخبركم شو الجديد اللي بينزل. فالجديد اللي راح يحصل ان شاء الله في الديسكربشن تحت راح تحصلون عندي كذا شغله. اول شيء بتحصلون تويتر، انستغرام مالي، وبتحصلون شو بعد في عندي، ايوه المودات اللي نستعملها في القناه، وبشوف اذا عندي لسته مواصفات الكمبيوتر راح احط لكم اياها تحت في الديسكربشن ان شاء الله، بتكون موجوده تحت. طبعا دائما احداثياتكم ولا مداخلاتكم بالاحرى في القناه مهمه جدا جدا جدا، دائما تعليقاتكم انتم شو تعتقدون في المدينه. طبعا بما ان التصويت للحين ان النهار يبقى وما نرجع مود الليل هو الفايز، فللحين ما رجعت مود الليل. اذا التصويت مود الليل رجع فاز، انا راح ارجع لكم مود الليل باذن الله. اليوم راح ابدا في مركز المدينه. انا اكتشفت طريقه حلوه اني اسوي فيها الترام، يعني الترام مالي مثلا هذا اللاين من الترام ما له داعي، الترام بسويه شيء مركزي في المدينة. خلنا نسوي هذا الشارع أول شيء، نرجع طبيعي أساس نستفيد من المساحات بشكل صحيح. الحين المواصلات راح تدخل بشكل مختلف جدا عن اللي انتم متعودين عليه. أول شيء راح نلغي هذا الجزئية هني، هاي شو هاي حق الباصات مو مشكلة. انزين الحين مواصلاتنا عندنا، نحن راح نبدأ الداون تاون العماير. العماير راح يكون شوي مختلفة، شويتين مش شوي، لأنه بيكون في خط أساسي عندنا اللي هو خط الترام على ما أذكر هذا. أيوة في سياكل بعد الأخضر صحيح، الأخضر مفروض يكون سيكل إذا ما كنت غلطان. لا وذ باركنج، هذا ما بمع باركنج، يبالي أنزل مود شوارع جديد. إنزين الحين اللي بنسويها سيستم شوية على لوس أنجلوس جاي، اللي هو نظام الترام كامل، فراح يكون الترام ممتد على طريق مختلف تماما. ليش؟ الترام شو شغله؟ يسوي نقاط وصل ونقاط تفرقة بين ناس وناس. يعني أنا بأوصل ناس من منطقة ألف للمنطقة باء، وبعدين يأخذون باص، وبعدين يأخذون شيء ثاني عقبه، ما يأخذون نفس الشيء. ما أعرف إذا الفكرة واضحة ولا مش واضحة. إذا بوضح الفكرة أكثر، الترام وين صار؟ هذا هو الترام. إنزين الحين عندنا نحن مثلاً الترام بيكون، ما أقدر أحطه هني، أخس ما اقدر احطه هنا، فلازم احط الترام في مكان نفس اذا احطه هنا بعد حلو بيكون يعني، بس هنا ما يستوي، مش قادر اركبه على هذا. ممكن ابدا الترام من هنا، بس ما ابى اثر على اللاين يعني الصراحه، خلي اللاين اللي هنا نفس ما فشو بسوي؟ اللي بسويه يا جماعة الخير بنحط لنا ترام هني، اوكي؟ وهذا انا ما بأسران ترام، فبشله من هني، بنرجع هاي الجزئية انها ما تكون ترام، اوكي؟ وهاي الجزئية ترجع تكون ترام مع باركنات. شوفوا على طول الترام يطلع من هني يروح لوين؟ لين هذا المكان. الترام راح يصير مثل ما قلت لكم اماكن اساسية فقط، ما راح يكون اماكن ثانية. خلنا نلف مع الكورنيش لان الناس راح تي هني، هني الناس الراهبة راح تكون. المدينة ترى عودة مش صغيرة، مدينة وايد ضخمة، بس استغلال المناطق راح يكون مختلف تماما عن اللي نسويه في العادة، ما راح يكون نفس الشيء ابدا. خلنا نسوي الترام هني، وابا هني حول حديقة نسوي شارع ترام هني، وهذا كل الترام اللي راح يكون في المدينه. في العاده انا يعني اخر فتره معود لكم ان هذا تايم لابس، لكن حاليا بما اني قاعد اشتغل على شيء مختلف اباكم تفهمون ليش انا قاعد اسوي الشيء هذا، ف ما اباكم تزعلون. شوفوا التقاسيم راح تكون كالتالي، خطوط باصات اوكي، محطه باصات هني. اما ليش انت يعني غير عن العالم يعني؟ لحظة خلنا نشغل التول مالنا، نرجع للشارع، بيسوي جسر غصب، خلنا نسوي هذا غصب.
سوري الباص. انزين خلنا نرجع النقطة الأولية ونرجع للشارع الأولي مالنا. هاي الشوارع الثانوية تعتبر، انزين اللي هي راح تكون بعد أساسية، شريان أساسي. ترى عندنا الحين نحن بنتعامل على المبدأ شو الشريان الأساسي والشريان شو الفرعي للشوارع، على أساس إن هني بيكون فيه زحمة. ونبى نجيب هذا تقريبا عند هذا، ونبى مدخل الباصات يكون من رباعي الاتجاه، يعني من هذا الواحد اثنين ثلاث أربع، واحد اثنين ثلاث أربع، أساس يكون فيه مسار طيب للباصات. الحين شو بيصير؟ ما بنسوي نفس الأول، ليش؟ لأن المدينة لازم تتكون من وايد شغلات. أول شيء هذا المكان بالذات، زين، راح يكون حوله شارع ثاني، ما راح يكون ترام أبدا. أوكي، هذا راح يكون شارع شريان خارجي للمدينة، مش داخل المدينة حتى لو تشوفونه. انزين، وراح يكون الهاي واي هي له بطريقة ان نحن ما نبى نسوي شو زحمة. خلنا نسوي شارع مايل ثلاثي الابعاد، مش ثلاثي الابعاد، يعني ثلاثي يكون بالطريقة هاي، وندخله من وين؟ من هنا. وبنيب لنا الشارع من اخر الدنيا يي. طبعا هذا كله بحساب الزحمة اللي يعني على اساس انها راح تستوي. خلني بهذا شوية مايل هني، وني بطريقة هاي اشوفها كيف. بحط شغلات هني، يمكن هذا اوسع مش اضيق هذا، فبخليه حاليا بالطريقة هاي. زين، لان يمكن يكون في مداخلات ثانية، لان ما روما دخلت قاطع زيادة هني، خلاص يكفي الزحمة اللي على الشارع هذا. يعني الزحمة اللي على الشارع تكفي الصراحة. بس اللي ابى اسويه هني شو لو تشوفون، لان عندي زحمه بشكل مستمر هني، ابى اشل هذا اللي شارع ما في لفات، شوفوا خلاص خلهم يدخلون هالشارع بدون لفات لو لاحظتوا، يعني بيكون احسن. انزين، الحين مبدا الترام شو، نحن هالمنطقه هاي راح نسويها شو حديقه. اوكي، ركزوا معي، هاي راح تكون الحديقه، حديقه عوده شوي، بس على الاغلب بتكون مال سفاري لان فيها جبال. اوكي، الترام يوقف عندها، وهذه المنطقه راح نسويها اي تي كلستر اللي هي العماير التجاريه الضخمه هاي كبدايه الحين. يعني هذا كله مكان سكني ترى، مش مكان كذا، بس تعرفون شو، بس خلوا الشوارع الداخليه انا اسويها هذه الشارع وين كان عندي شارع ضيق، وين وديت انا، هذا هو شارع ثلاثة ضيق، بسويه برجع لكم دقايق.
اوكي الحين انا صفيت الشوارع لكم، خذ مني شوي وقت والله، لكن مش ذاك الزود وقت. لكن الحين هاي التخطيط المدينه الاساسيه. طبعا هاي شو سويت؟ الكورنيش له شارع رئيسي. كهرباء ترى موضوعها بسيطه، يعني دائما انا اتضايق شيء ما اشوف كهرباء، لكن تعرفون شو بنسوي؟ بنمد له كهرباء بعد شوي. لا تحاتون. اول شيء بنبدا بقسم منو، لان هاي فقط المدينه السكنيه وكل مدينه لها خدماتها، ما نبي الناس تدخل معظم الوقت من مدينه لمدينه بدون خدمات. بس شو بيصير الحين؟ اللي بيصير عندنا نحن عندنا منطقه هني اللي هي هاي تجاريه بحته، شو بسوي فيها؟ لازم يكون عندنا نوع من انواع الخدمات فيها اللي هي للناس، لان هاي داون تاون، هاي نص مركز المدينه مثل ما تقولون يعني. فشو بيستوي هني؟ اللي بيستوي بحط فيها مبنى هني كازينو، زين، بحط فيها مبنى ثاني، مش ميديا برودكاست، صبر، بحط فيها وين صار؟ كان في عندي مبنى حيدة أنا ما حطيته. اللي راح يصير إن هذا راح يكون مكان المباني التجارية، أوكي؟ المباني التجارية بالعادة تتطلب عماير. أوكي، سيرفيسنج أوفيس بنحطي، ونقدر نلغي هنا جزء بسيط، مو مشكلة، مش قضية يعني. أيوة، بعد ما يكفي. واو، مكبرة المبنى، مبنى عود بيكون. انزين، بنبني هذا هني، بنحط حوله شوي خدمات. شوفوا المكاتب مش وايد نفس ما تتخيلون، ترى ممكن تتخيلون الحين وايد. بس اللي ابدا ارص فيها اول شيء شو؟ الكورنيش. ليش؟ اول شيء خلينا نمد لهم كهرباء. انزين، بنبدا نرص الكورنيش السكان، لان احنا في حاجه لناس سكن، للسكان يعني. فالسكان راح يكونون اصلا وين مرتكزين؟ في هاي المناطق. شوفوا حول مرة، ان مركز المدينة هي المباني التجارية، وبرع الناس يكون عندها حدائق والدنيا و... اوه سوري، هذا المفروض ما اسويه. زين، يكون عندنا ناس صبر لما ادخل الحدائق مالي. اوكي، اروح احط اثنين في نفس الوقت، مو مشكلة. انزين، هني راح يكونون، ما في ناس هني طبعا، هاي شارع الكورنيش. زين، ترى شوفوا التصميم في النهاية راح يعجبكم ان شاء الله. انزين، وراح نحط العماير بطريقة، لحظة ليش انا استعمل هالتول؟ خلنا نستعمل، ممكن نستعمل البرش والله. بنحطيه هني، بنحطيه هني عماير حاليا، بحط عماير كورنيش كامل، اهم شيء الكورنيش حاليا. اوكي، ويبالنا مكان قطار ثاني الحين، بس يبالنا اماكن مترو، صبر، بنسوي خدمات على الكورنيش نفسه. الحين احنا عندنا السكن هني، على اساس ان السكن هذا يستوي تنقله سهل بجيب لي مترو. المترو رويتكم اخر مره اي مترو، لما نستعمل هذا، بما ان هذا مبنى تجاري عود وحلو، بس شو بسوي عنده؟ ابى اسوي مترو مقابله، بيكون حلو وايد. شوفوا هي بيكون زين. طبعا في خطوط مترو بنستعملها اصلا، وبما ان عندنا كورنيش هني طويل، شو بنسوي فيه؟ في الوسط في مكان هنا اقدر احط المترو. ايه، في مكان احط المترو، شوفوا هني نقطة، نقطتين مترو. ثالث نقطة للمترو بتكون وين؟ هني هذا المكان اللي شفتوه خلينا فاضي، بيكون فيه خدمات شوي، على اساس ان الترام بعد يكون قريب منه المترو. وابغى اعتذر منكم اذا تسمعون اصوات صيانة او شيء، لان عندنا صيانة في البيت، فما علي اذا الحلقة شوي ازعاج سامحونا يعني. انزين، وش اللي بسوي؟ بوصل المترو، هاي المترو داخلي، ما عدا ذلك مترو انا ما اظن اني احتاج، لان هاي الاماكن الرئيسية اللي فعليا انا معتمد اني راح استعملها بصراحة يعني. ما عدا ذلك يمكن ما احتاج اماكن مترو. بس اللي شو بنسوي في هالمدينة مختلف؟ ليش ما عندهم مي؟ انا ما وصلت المي هاي في اي شبكة ثانية؟ لا. انزين، انا شو سويت؟ بعتمد في المترو هذا، خبركم الحين. دقيقة بس، خلنا نوصل المي هذا. هاي دقيقة حتى، ثواني، هاي وخلصت. زين زين، خلينا نرجع للمترو. المترو هذا راح يكون حاليا شو؟ الخط الاول داخلي، ناس تجي من هني للدوام، ممكن حديقه يروحون ويرجعون. وفي خط مترو مركزي، لان هذا بيعتمد على شغلات خارجيه، صح؟ بيرجع لمحطه الباصات، بيشل اذا في ناس جايه من اللي اقرب بس شوي. ايوه، لين هني، ويرجعون لوين؟
انا ما حطيت خط جديد، لحظه خلينا نحط خط جديد، ما بحط هذا يا جماعه. ايوه خط جديد، هذا ستوب لين هني ويرجع يجيب الناس من وين؟ من برا، لان اصلا اساس المواصلات عندنا هني، فمش محتاج اسوي زحمه هني من كل المدن. لا خلي الزحمه تستوي عند المواصلات، زين الزحمه من تستوي هني مو مشكله، والناس تجي من هذه المنطقه اللي تحت. طبعا بما ان مترو وهي الامور بيحتاج الى مكان تكاسي. لحظه خلينا نحط له باركن تكاسي هني، ولا خلينا نحط التكاسي هني باركن يستوي، احط واحد مقابله. لا ما يستوي، بنحط التكاسي واحد هني، هي بيكون زين. اوكي بيكون وايد زين. خل الكهرباء بتي مالك، وعندنا الناس قامت تسكن. بما ان عندنا زون لازم نبدا نستعمل شويه شغلات. اول شيء هاي المدينه نبى فيها شوي امور ثانيه، شو نقدر نضيف عليها؟ نقدر نسويها سياحيه، متعه، اورجانيك بروديوس، وايد شغلات نقدر نسويها في المدينه. نحن شو بنسوي فيها؟ اللي بنسوي اول شيء بنيب هاي المنطقه، بنحولها الى اي تي، اللي هي اي تي كلاستر. شكل العماير راح يختلف، كيف راح يختلف؟ بتشوفون العماير يوم بتطلع بتكون مختلفه تماما عن عماير نعرفها. فبحط هذا ما بيع عماير فيه، خله فاضي. بحط عماير هني، بحط عماير هني، بحط لي عماير هني، حوله بخليه فاضي، بحط فيه شيء، ابى اماكن فاضيه ما بقعد اهدم. انزين هذا حاليا حسب الاحتياج. انزين بنبني بالطريقه هذه. انزين الحين شو نبى مكان؟ تذكرت المكان، الاماكن المركزيه شو بنسوي؟ نبى يا اصدقائي نجيب لكم اللي هو وين صار، مش هذا ولا هذا، 25 سياره كم يشيل المركز العود؟ دقيقه 25 سياره، يعني اذا اجيب له مركز ب 20 سياره المفروض يغطي لي مساحه طيبه، صح؟ تشوف كم بيغطي هذا؟ ها بيغطي المدينه كامل. انزين بس ابى اجيبه في مكان يكون مكان جميل، يعني اذا افضي هذه المنطقه شويه، خلي الشارع رايح صوب واحد، ونجيب مركز الشرطه في الوسط هني عند الترام، ولا اخليه هني؟ لا ما بخليه يدخل في الزحمه، بخليه يدخل في الشارع الكبير، ونحطيه بعيد عن منطقه البيوت هني. هذا كمركز، شوفوا شو بيستوي، بيستوي شيء فظيع جدا، وايد حلو. طبعا المشروع راح يمتد لين هني في المستقبل، المينا له بروحه وراح يكون دائري، وفي شغلات ابى اضيفها هني انا على المينا اصلا، فراح نعدل المنطقه كامل، المنطقه كامل راح تتعدل. واس بشكل اساسي ابى احط هني شوي شغلات اكتيفيتي حقهم، اللي هو انا كنت افكر الصراحه احطي اللي هو السفاري. هذا وين صار؟ هذا وين صار السفاري؟ كان عندنا سفاري صح؟ اللي هو هذا، ايوه مال المخيمات، تخييم. تخييم كنت افكر احطيه هني، يعني لان نحن عندنا مكان جميل الصراحه، يعني اللي هو هذا ابى استغله بشو الناس تمشي. هذا كله بليتات على فكره، ابى الناس تستغله وهي ماشيه، ما باكسر شيء، ابى الف حوله وبحط حوله مجموعة اكتيفيتيز.
المهم الحين حطيت لكم الحديقة. شوفوا هذه الناتشرال ريزيرف، مكان حق تخييم. حطيت لهم الجماعة شوية خيوم، شوية خيوم وشوية أماكن يمشون فيها. المهم مكان حق شو، حق تبسيطة. الحين شكل الاي تي كلاستر، شوف شكل العماير اللي تطلع. شكل العماير اللي تطلع مختلفة تماما. بس الحين نحن محتاجين شغلات مركزية، لكن عندنا حدائق وهذا أظني ما عندنا مشكلة فيها حاليا، لأن عندي تغطية صراحة مش طبيعية. لكن أنا ما بطول لكم، وايد الحلقة، لأن مثل ما قلت لكم في أعمال صيانة ودنيا. لكن في الحلقة الجاية إن شاء الله اللي راح أسويه راح أكمل لكم المدينة هاي بخدمات ثانية، لأن راح يكون عندنا منطقة تعليمية أفكر أخليها هني عند المستشفى، الجامعات والمستشفيات حبايب أصلا، منطقة جامعية دراسية للمدينة وشغلات ثانية. فنشوفكم في حلقة قادمة على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدني وجودكم.